معانا مين يا جماعه؟ مين معايا؟ المهندس علي خشانه، وكيل وزاره الري بمحافظه السويس. برحب بحضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا فندم. الاول كل سنه وحضرتك طيب وربنا يوفقكم، وبحييكم وبحيي مدينه السويس، لان مدينه السويس من المدن الباسله اللي فعلا اهلها قدموا لمصر كتير، فكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بصحه وسلامه يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الري في شكوى بتتكرر من جمعيه الشباب الوطني في السويس، واكثر من مره بتجيلي على صفحتي الشخصيه وبتتصلات على البرنامج، بيشتكوا ان في عدم عداله في المناوبات بتاعه الري، وبيشتكوا ان البحارين ما بيلتزموش بجداول المناوبه علشان يروا اراضيهم بطريقه سليمه. فاحنا عايزين نسال حضرتك، المتابعه للبحار التعامل ازاي مع مشاكل زي دي او شكاوى زي دي، خصوصا لما صاحبها بيعلن عن نفسه بيقول لك انا عندي مشكله تعالى شوفني زرع بيموت، فرد فعل حضرتك ايه او التصرف تجاه هذه المشاكل؟ تمام تمام. هو بالنسبه لجمعيه الشباب الوطني سيادتك، احنا دورنا بيقتصر على توفير الميه قدام مدخل الجمعيه، المدخل الخاص بالدليل بتاع محطه الرصد بتاع الجمعيه. تمام. بندخل الميه للمحطه، والمحطه الجمعيه بتشغلها بنفسها. تمام. توزيع الميه البحاره مش تابعين لوزاره الري، تابعين للجمعيه الزراعيه اللي هي جمعيه الشباب الوطني الزراعي. فاحنا القصور اللي هو عند البحاره ده توزيع داخلي جوه الجمعيه. الجمعيه مقرر ليها 2000 فدان، بتزرع حوالي 6000 فدان بالمخالفه. 2000 وهي بتزرع 6000. وبتزرع 6000 فدان بالمخالفه. ده لازم يحصل 30 مشكله مش مشكله واحده. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا المرحله الاولى مقرر ليها هي اللي ليها ميه فقط. أيوة. طبعا بياخدوا الحصه بتاعتهم، والمفروض الوزاره مقررهم 4 ايام فتح و8 قفل. الاداره العامه في الاسماعيليه مقرره الكلام دوت. طبعا احنا طبعا عشان الشكاوى كتير تقريبا بنمشيهم، يمكن بقى لنا حوالي 6 شهور أو 7 شهور من سنه، من ساعه ما انا جيت السويس، بياخدوا 4 ايام فتح و3 قفل، وعلى الرغم من ذلك في شكاوى يعني اكثر من المقرر. ما هو 4 عماله و3 بطاله، وانا المفروض 2000 فدان وبزرع 6000 فدان، يعني انا عندي 3 اضعاف في المساحه، فلازم هتحصل المشاكل لو انا شغلتها لهم 24 ساعه. تمام. لو مره واحده فقط سيادتك، يعني احنا المشاكل حصلت، احنا مره واحده طبقنا النظام 8 قفل حصلت مشكله. لكن احنا وعلى فكره وايام كتير جدا ما بتبقاش 3 قفل، ممكن يبقوا يومين قفل، ممكن يبقوا يوم قفل على حسب حاله الميه. لو عندنا فايض ميه بنديهم اللي هم عايزينه. لا احنا طبعا انا بشكرك على تواصلك معايا. المايه بتاعتهم جايه منين؟ يعني الترع بياخدوا من ترع السويس، من البر الايمن لترع السويس. بر الايمن لترع السويس، وعليها محطه شغاله ومفيش مشاكل في المحطه. المايه محطه مواتير رفع. مواتير رفع بتوصل المايه لغايه اول المشروع، بعد كده الجمعيه او مدير الجمعيه هو اللي مسؤول عن اداره محطه الري الداخليه بقى، اللي هو يشوف المايه بتتوزع ازاي والمناوبات ويلتزم بجدول المناوبه، واللي هو يشوف المساحات المخالفه اللي عنده ويتعامل معاها. ولما يكون انا عندي طبقا لكلام حضرتك، وحضرتك وكيل وزاره الري بمحافظه السويس، فكلامك بارقام موثقه ان انا مسموح لي ب 2000 فدان بيتزرع عندي 6000 فدان، انا بقول نزرع، بس نزرع بالقانون وبمقننات مائيه تكون معتمده، الناس دي قبل ما تزرع تبقى عارفه ميتها جايه منين، علشان هي دي مرحله اولى، المفروض ان في مراحل ثانيه هيدخل بقيه الاراضي الزراعيه دي فيها. بالظبط يا فندم. طيب انا بشكرك على تواصلك معايا، مهندس علي خشانه وكيل وزاره الري بمحافظه السويس. لسه هنتواصل مع مدير الجمعيه، لسه هنتواصل مع وكيل وزاره الزراعه، مع مدير التعاون في السويس. موضوع ما يتسابش، لما يكون الجمعيه عندي موجوده المفروض ان مساحه الزراعه في المرحله الاولى 2000 فدان وبيتم زراعه 6000 فدان، يبقى انا عندي هنا مشكله كبيره جدا، يبقى انا عندي خطا اداري جسيم. ليه؟ انت مش بتخدم الزراعه، انت جاي لك كميه ميه على قد 2000 فدان، هتزرع بالكميه دي 6000، يبقى انت هيحصل عندك ضرر في الكل. امتى؟ لما يكون الكل بيروي زي بعضه. انما انت كده اكيد في ميه بتروح لناس على حساب ناس، كده في ميه بتروح لناس على حساب ناس. يعني ايه؟ انا دلوقتي يهمني المرحله الاولى ال 2000 فدان اللي هم معتمدين واللي معاهم قرار بان هم يبتدوا الزراعه. 2000 فدان فين المايه بتاعتهم؟ خصوصا ان وكيل وزاره الري قال المايه بتاعت الناس دي بتوصل لهم لغايه اول المشروع. تقسيمه الداخليه مناوبات دي بتاعته، البحار مين اللي بيتابعه؟ مدير الجمعيه نفسها مين اللي بيتابعه؟ نكلم يا استاذ عزيز بعد اذنك مدير الجمعيه، نكلم مدير التعاون، نكلم وكيل وزاره الزراعه. ده ملف فتحناه،
منطقة فيها 2000 فدان لازم نشوف الناس مستقرة فيها. باقي تنفيذ مراحل المشروع هنتابعه. أنا يهمني إن 2000 فدان دول يبقوا 20,000 فدان، بس بطرق سليمة وبطرق يكون فيها نوع من العدالة، نوع من الشفافية، تطبيق القانون. مش ما هواش نجاح إن أنا وصلت من 2000 ل6000 بدون موافقات وزارة الري، بدون الإعلان عن بدء المشروع علشان يبقى عندي خدمات. ده مهم جداً.